الثاني خلينا نروح ونشوف وزارة الثقافة وش عملت. أعلنت وزارة الثقافة عن إطلاق منح تاريخ الفن السعودي لرصد نشأة الفنون السعودية وأيضا تطويراته ومنجزاته والعوامل التي شكلت الفن في المملكة العربية السعودية، ويشمل مجال المنحة منحة الأبحاث في تاريخ الفنون بالمملكة العربية السعودية، زي مثلا نتكلم عن الفنون البصرية بجميع أنواعها وأيضا الفنون الأدائية والموسيقية والفنون السينمائية. يعني هذه المنح اللي بتدل للطلبة والطالبات انهم يدرسوا ويتخصصوا في هذه المجالات. احنا بلد زي ما بنقول بلد حضارات، بلد تاريخ، عندنا اثار تعود لالاف السنوات، عندنا حضارات قديمة جدا سواء في جميع مناطق المملكة، يعني نتكلم عن العلا، نتكلم عن الجنوب، نتكلم على الشمال، حتى في منطقة نجد، يعني ما شاء الله منطقة مليئة بالاثار ومليئة بالتاريخ، فشيء جميل انه كمان انه تكون فيها مجموعة مختلفة من التخصصات، منها التاريخ ومنها الفنون وغيرها، فهذا شيء صراحة جدا رائع. معروف أنه الفن ثقافة بالأساس، هو الهوية الأساسية لكل منطقة كانت، فمن يعني طبعا وزارة الثقافة بحد ذاتها تهتم بهذا الموضوع وتركز عليه وتقول لك منشأ هذا الشيء كيف كان وكيف صار مع التنوع الجغرافي الرائع اللي عندنا في المملكة العربية السعودية، وأيضا تأصيلها، ونعرف وش الأشياء الدخيلة وش الأشياء الأساسية وكيف نحافظ على هذا التراث وهذه الثقافة ونثبتها أكثر للأجيال القادمة، خصوصا في وضع الانفتاح اللي احنا بنعيش فيه. والحلو في الموضوع انه يمكن قاعدين نشوف الشباب والبنات توجههم كبير على مثل هذه الفنون، يعني يمكن اول ما كنا مسلطين الضوء عليهم، لكن اليوم بالعكس الاهتمام والضوء عليهم وحتى تطوير مهاراتهم في خلينا نقول الفنون زي ما قلتي في الخبر، الفنون الموسيقية أو البصرية أو غيرها. فبالعكس مشكورة جدا وزارة الثقافة على هالمنح وعلى هالاهتمام واللي احنا طبعا متعودين عليه.